السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. كنتمنى تكونوا بألف خير وعيدكم مبارك سعيد. اليوم وصفتنا غادي تكون، قبل ما نبدأ بالمكونات، إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونمروا إلى طريقة التحضير. أول شيء نحتاج إلى كمية من اللحم، لحم الغنم، الكمية حسب عدد أفراد الأسرة، مقطع على شكل مكعبات على هذا الشكل. ونحتاج إلى البهارات، إلى الكمون، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من البابريكا أي تحميرة، عندي هنا بابريكا عادية وبابريكا مدخنة. إذا ما عندكمش، ما متوفراش البابريكا مدخنة، ماشي ضروري، ممكن تكتفي فقط بالبابريكا العادية. عندي الفلفل الأحمر حار السودانية، وعندي ملعقة من القزبر مطحون، قزبر باودر، وإلى ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وإلى ملعقة صغيرة من الثوم الباودر، وإلى الملح، الملح حسب الرغبة. ونحتاج زيت الزيتون. نضع البهارات على اللحم، والعسل، ثلاث ملاعق من العسل، والباربيكيو صوص، ملعقتين من الباربيكيو صوص، وزيت الزيتون ملعقة. ونمزج المكونات جيدا مع بعض. نستخدم اليد ديالي. نحتفظ باللحم في الثلاجة أقل شيء لمدة ساعة قبل الشوي. ما ممكن تشويه على الفحم أو تشويه على الشواية الكهربائية، بالنسبة لي أنا غادي نشويه على الفحم. ونشوفكم، خليكم معايا تشوفوا طريقة التقديم. وهذا هما القطبان من بعد ما شويناهم على الفحم، كيجيو على تشكل. رافقتهم مع سلطة العدس والخضار، خبز والبطاطس مشوية في الفرن، ومقبلات زيتون. هذه كانت هي وصفة اليوم، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.